الدكتور زكريا عزمي كلمني وقال لي احنا كمان اسبوع هنيجي، محدش يعلن ولا حدش يعرف، احنا اللي هنعلن. انت في التعامل مع رئيس الدوله مفيش داعي للعب. نزل ماشي على رجليه وركب الطياره، طلع سلم الطياره عادي جدا، وهو جاي كان جاي في طياره صغيره، لكن وهو راجع في الطياره الرئيسه الكبيره. لكن كنا نستغرب ان ازاي الراجل ده شايف ان موضوع الميه ده موضوع مهم. من سنة 88 82 كان يقعد يقول لنا احنا مد الكهرباء المصرية لازم تكون الى السودان والى اثيوبيا، مش اي حتة تانية. يقول له ليه؟ ايه دول ما عندوش فلوس حتى يدفعوا؟ يقول لك استراتيجيا هو ده التصرف السليم. افريقيا تحتاج الى اسلوب معين في التعامل، البساطة مش التعالي. ما بقى استرجع الفترات الصعبة ديت، يعني بحس انه كان توفيق من ربنا انه يهديكي الى هذا الطريق.